في النسخة الجديدة لأيام جربة الطبية مواضيع مختلفة تناولها عدد من الأطباء والخبراء من مختلف جهات البلاد ومن ليبيا ومن الجزائر للبحث في آخر المستجدات الطبية في مجالات متعددة. دورنا كأطباء خاصة في جزيرة جربة ومن خلال ودادة أطباء جربة نحاول أن نركز أساسا بالذات على التكوين المستمر حتى على الأقل يجي الوقاية ويجي الدعم ويجي الدواء. في الأيام هذه اللي فيها التكوين الخاص يقع التطرق إلى كل ما هو مستجد، واليوم كل شيء قاعد يتطور، كل شيء قاعد يتغير إلى الأحسن. نتعرض إذن إلى الإمكانيات الجديدة في معالجة الأمراض مهما كانت النوعية متاعها، ولكن خاصة شو من الوسائل العلاجية الجديدة، شنو هي الاستراتيجيات الجديدة اللي تهم أي مواطن في أي نقطة من بلادنا إن شاء الله. في هذه النسخة الجديدة من هذه التظاهرة العلمية السنوية مواضيع مختلفة خاصة مستجدة في مجال الطب استفاد منها عديد الأطباء. هي لقاء طبي مغاربي تقوم عليه ودادية أطباء الجربة بصفة سنوية. طبعا زي أي مؤتمر طبي دائما يلتقي المتخصصون في المجالات الطبية لمناقشة آخر ما توصل عليه العلم في كل المجالات الطبية، وبالتالي بناء وتكوين خبراتهم وتطوير مهاراتهم في كل في مجاله بما يخدم المرضى في كل مكان. نحب نواكب كل ما هو جديد اللي ناخذوه التكوين متاعنا وحضورنا في المؤتمرات الدولية، وناخذوه عن طريق المراسلات التي تقع بيننا وبين الأطباء الدوليين، وشيء طبيعي نعديوهم للأطباء الصف الأول. مستجدات علمية ودورات تكوينية تأتي في سياق تعزيز إمكانات الأطباء ورسكلاتهم على المدى القصير والطويل من أجل تحسين وتجويد الخدمات الطبية.